الله يحيي نواف. الله يبقيك. شلونك؟ طول العمر. اخبارك؟ الحمد لله. نواف احس ان ما انت مرتاح في البرنامج صراحه، اشوفك كذا احس انك باقي ما طلعت شخصيتك، باقي ما ارتحت، باقي يعني متحسس من اشياء، باقي. هل هذا فعلا؟ هذا تحليلي طبعا، هل هذا صحيح؟ نعم بنسبه 70%. بنسبه 70% يعني؟ نعم. يعني ما تحليلك ممتاز يا ابو طحوس. 70% اني يعني فهمنا من الموضوع ان نواف الاكلبي لا زال ما هم مرتاح. ايوه. من الاسباب، من الاسباب ليست مو من الاسباب الكبيره او السبب الكبير، سبب انه مرتاح من اخوياه ما خلوه على راحته. لا واضحه 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 نواف، لا تلعب علينا يا رجل، تكلم يا رجال. واضحه ما خلوك على جوك صح؟ ترى عادي، خلى اليوم فضفضه، هذا كرسي الفضفضه عادي يمكن تنحل صح، ما خلوك على راحته. انت بيها ايوه. لا انا بس ما بيها ايوه، بس اشوف انا بس جاي اخذ كلام منك و امكن اساعدك فيه. الايام باقي يعني صح، اذا جيت الجلسه تحس انهم يعطونك على جوك؟ تقريبا 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 يعني ما اعطوك على جوك يعني تقريبا، ما يخلونك مجال. زين وش السبب انهم ما يخلونك مجال؟ خايفين نواف يتغلب عليهم؟ ما ادري والله عنهم يعني، او انهم المقوله تنطبق عليك؟ لا لا شوف، ان المحارب ناجح. لا لا صراحه الموضوع ان انا باقي ما خشيت. من الاسباب انك ما خشيت، انا كنت صح لا لا كنت متسابق واعرف ان في بعض المتسابقين انه ما خش الفورمه بسبب اخويا اللي حوله. لا لا تقول ايه يا اسمعني يا رجل، اسمعني، اسمع كلامي والله العظيم، خليك صريح، الواحد يكون صريح. والله اني احب الرجل الصريح. صح اني يمكن انا بعترف اقول هذا اخويا اللي جلس عندهم، ما في احد يعطيني 1-2. صادق، سلام عليك. والله شوف ما في 1-2، ما في يعني الامور هذه طبعا. ها باقي 9 دقائق، فيعني ما في يعني وانتو ما يعطوك على جوك، يمكن يعني اذا اعطيت سالفه يعني ما حمسوك في السالفه، دقوا بريك فيها يعني، يبونك تخلص بس. اي قصدك فيها اشياء؟ ها فيه حاجات. اي بعض اخوي الاخويا لا لا شوف لا. اسمعني، بعض الاخويا اذا جيت تسالف اعطى السالفه حقها، حتى لو تكذب كذبها ومشاها، بعضهم بيدقر لك. لا لا ولا يضحك صح ولا لا؟ انا اصلا ما اسولف الا اللي عند يعني ناس معينين. اي ناس معينين. ما تسولف الا مع ناس معينين. اي نعم. يعني الناس الثانيين ما تقدر تسولف معهم بسبب انهم ما اقدر بسبب لا يا اخي يعني ما يعطوك على جوك من الاخر من الاخر. باقي 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 يا رجال اعترفت. قم 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 هلا بالصيت الثانيه. يلا روح نواف الاكلبي باختصار الكرسي وبقعده. نواف الاكلبي يقول ما اخذت راحتي ولا طلعت شخصيتي بسبب المتسابقين واخوياي الموجودين. قلت ليش؟ قال لاني ما يبوني اطلع يعني او اني اعلو عليهم. شكرا لك نواف الاكلبي. سالم عبد الله الله يحييك. باقي 7 دقائق. هذا خليه يطلع الجبه ذي اللي عليه بعد بحر. لا لا اجي خلها عليك، خلها عليك تخصم عليه.